ولقيته في ثانيه بيطير في الهواء، والناس فضلت واقفه في ذهول، لكن ما عرفتش. اطلع بسرعه، اطلع اطلع. جيل لو سمحت عايزك. ايوه يا حضرت، اي خدمه؟ ممكن اتكلم معاك شويه؟ انا هنا راجل البيت، كلمني انا. انتي توتي والله. عجبك اللي بيقوله مندوب الغاز ده؟ معتز ابن عمي ومن حقه يخاف عليا. يخاف عليكي مننا؟ ايه حضره التلامة دي؟ واحد واقف مع خطيبته وفي مكان شعري، نخلي عندنا بقى شويه حساسه. انت ايه؟ انت ايه؟ خطيبته؟ اه خطيبته. قول لي انت عامله في نفسك ده؟ مش خايف تتكهرب؟ عجبك؟ البنات دول لما بيحبوا. العب في الجنينه يا حبيبي. كيمو حصل مين هنا؟ تعالى تعالى. ترى هلا. ازيك يا هلا؟ كريم ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا محمد؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اخبار السنتر ايه؟ كله كويس. ايه؟ هو انت ما قلتلهمش اننا اتقابلنا قبل كده ولا ايه؟ لا ما جاتش فرصه. والله وحشني يا بنات، انا حاسه زي ما كنت رجعت الايام الجامعه. ايه سرحان في ايه؟ في الذكريات. طب يا جماعه عن اذنكم، البيت بيتكم طبعا. انت اكيد بايت من الجوع. طبعا هتتغدي معانا يا هاله. لازم، نفسي ادوق اكلك قوي. وانا كيمو جبت لك حته سيديهايه تحفه من المزيكا اللي انا وانت بنحب نسمعها. سمعيها لنا. قلبي في الليالي يا معذبو، قوم يحلوا هالي قوموا شنكلوا شنكلوا جننوا، ناموا هم وسهروا. قلبي في الليالي يا معذبو، قوم يحلوا هالي قوموا شنكلوا شنكلوا جننوا، ناموا هم وسهروا. لو طلبت ينقذوني يبعتولي دول، دول اكيد مش هيسيبوني غير في العباسية مول. يا ناس خلاص بقيت كريزي، بقيت بشوف الدنيا هازي، نسيتوني الانجليزي. We to have to eat to do. قلبي في الليالي يا معذبو، قوم يحلوا هالي قوموا شنكلوا شنكلوا جننوا، ناموا هم وسهروا. دول عايزين يظبطوني، طيبين ولاد حلال، ماتش الملاكمة لعبوني وماتش تالت للعيال. يمين شمال وهوب هوب هوب، ويلا كرسي في الكلوب هوب، لقيتني فجأة في الدروب هوب، القاضية قلبي وقعوا. قلبي في الليالي يا معذبو، قوم يحلوا هالي قاموا شنكلوا شنكلوا جننوا، ناموا هم وسهروا. لسه برضه مش عايزه تصالحي اشرف؟ مش فكره اصالحه، هو الموضوع كله مش مريحني. عارف يا كريم، انا واشرف مخطوبين بقالنا سنه، بس هو بيحبني بقاله 3 سنين. طب ليه ما بتتجوزوش؟ مش عارفه، حاسه اني احتمال اقابل شخص تاني. شخص تاني؟ طب واشرف؟ اشرف ما هو موجود، يعني هيروح فين؟ بس انا نفسي اقابل حد تاني. يا وهي لو ظلمت قوي بقى، اشرف موجود. ايه ده؟ يعني انت مش فارقه معاكي؟ تتجوزي اي حد وخلاص؟ لا طبعا، انا عايزه حد لذيذ وديسنت وهانسن
وعايزاه يكون غني ومثقف وشغلانته كويسة وبيحب الرقص والغنى والمزيكا وصحابه يكونوا لذاذ. طب وده بقى نلاقيه فين؟ هلاقيه. الباب 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 اقفل وبنرجع لكم مرة تانية على الهواء. وقبل ما نكمل فقراتنا النهاردة هناخد مكالمة تليفونية ونقول الو. الو ايوه ايوه يا دينا، انا ابراهيم من ارض اللواء، انا عايز اسمع الفون ام. مفيش حاجة للفون ام. واضح ان احنا عندنا النهاردة مشكلة مع الاتصالات التليفونية. لحد ما تتصلح المشكلة دي هسيبكم مع اغنية تانية لنات كينج كول، يا رب تعجبكم. بص يا اشرف، انا يعني الفتره اللي فاتت دي قعدت فكرت في الموضوع كتير قوي، وبصراحه يعني مش عارفه ان كانت علاقتنا يعني صح ولا ايه. يعني اكتشفت ان احنا بعاد عن بعض خالص، يعني ميولنا هواياتنا اهتماماتنا مفيش اي حاجه مشتركه ما بيننا. يعني مثلا انا بحب الرقص والغنى والمزيكا والسفر، وانت مش كده خالص. انت بتبصلي كده ليه؟ اصل انت كلامك غريب جدا. انا فاكر كويس قوي ان ده كان من اسباب ارتباطنا ببعض. انت قلت لي احلى حاجه في علاقتنا ان احنا نكون مختلفين، وقلت لي ان انا لو كنت بفكر في الحاجات اللي انت بتحبيها الموضوع هيبقى ممل. مش ده كان كلامك برضو؟ مش عارفه بقى يا اشرف، افهمني، انا الموضوع كله بقى تقيل عليا، يعني مش حاسه ان انا قادره اكمل. بعدين الارتباط بالنسبه لي بقى حاجه بتضغط عليا، يمكن العيب مني انا. ياه، واكتشفتي ده بعد 3 سنين؟ ما هو انا كنت بحاول، وبعدين يعني لقيت ان انا مش قادره، ولما لقيت كده قلت ان انا لازم اقول لك، بس بصراحه يعني كنت متردده شويه. يعني اشرف ممكن تساعدني في ان احنا نسيب بعض؟ وكمان عايز انا اساعدك. بص يا دينا، انا بحبك اوكي، ومن 3 سنين ويمكن اكتر ماشي، بس واضح اني اخترت غلط، وانا اللي لازم اتحمل ده. اشرف انا مش عايزاك تبقى متضايق، يعني مش عايزاك تزعل مني خالص. لا 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 خالص، مفيش اي زعل خالص. اصل انا اتضايق ولا انت بتضايقي ولا كل الكلام ده على ايه؟ احنا بصي احنا نقف لحد هنا يعني، ماشي؟ لان ايه اصل مفيش معنى ان احنا نكمل، يعني نكمل عشان ايه يعني؟ كريم، هو يا اختي البتاع ده هنفضل حاطينه قد ايه على وشنا؟ 10 دقايق، ربع ساعة. انا عندي طبيخ. هلا، اشمعنى انا حاطه ليه توت بري؟ عشان انتي بشرتك حساسة ما تستحملش المانجا. يا ولد يا قليل الادب، تعالى يا ولد، تعالى هنا، انت بتاعت المصري يا ولد. يا ليلي تعالى هنا يا ولد، انا لمستك هديك على دقني في الحاجة دي. انا مش قادره بعت نفسك. انا قلت لك من الصبح بلاش كده، انتوا كلمتوني انت ايه؟ ما بتسمعش الكلام؟ لا معقول. ثانيه واحده، سوري يا كريم، انا حاطه حاجتي بعيد عن الاولاد. شكلك عايز الاوضه. لا لا، تحب الم حاجتي؟ لا لا، انا اللي هلم نفسي واخرج. لا مفيش حاجه. اوكي. وبعدين يا ابني ما تجننيش، ارفع ايدك. لا مؤاخذه يا كريم، جعان حضر لك تاكل؟ لا لا شكرا. يا ابني اقعد جنبني بقى، اقوم بيعيط. كام يا ولد؟ شيش جوار يا تيتا. العب يا ولد. كام يا ولد؟ وبعدين بقى في العشرة اللي بقى لها اسبوع دي. رايح فين يا ولد؟ الباب بيتخبط، مش سامعه؟ ده بيهبط. كريم فهمني، في انت بتعمل ايه؟ ايه ده، في حاجه في هدومي؟ ايه ده، انا رايح اصيف ولا ايه؟ انت هتيجي تقعد عندي يومين، تخلصني بقى من الاحتلال اللي انت وقعتني فيه. طيب ما هقعد يومين عندك اهو، في قمصان وبنطلونات جينز وتيشيرتات. هم دول اللي هيطفشوهم. طفشوهم؟ اه. طب
هلا. متقلقش انا هظبطك. لا ما تدورش، هما بوكسرين وسليب غير اللي انا لابسه. انت هتسيب البيت وتتفش؟ هسيب البيت اروح فين بس يا تيتا؟ ده انت قدري. امال ايه؟ ما تكلموا يا كريم، بعد العشره الطويله اللي بيننا دي هتسيبني؟ عشره ايه يا تيتا؟ هو انت مراتي؟ انا امال رايح فين؟ رايح توشكا. توشكا؟ انت اتجوزت؟ خد عندك بقى. بس انت مش فاهمه حضرتك، انت بتعمل ايه فويس؟ يا تيتا طالع سفريه تبع الشغل. شغل؟ ايه صار؟ ايه؟ يا حبيبتي. لا ميرسي قوي ان انت خدتي مكاني النهارده في الشغل. لا عندي موضوع مهم قوي احكي لك عليه. لا 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 خلاص بس. عيب اشتغل. ازيك يا حبيبي؟ عمو كريم فين؟ بس ده اوعى، ده انت عيل نكد. مين ده؟ سلام. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ اتفضل حبيبي. بس يا عم بس يا بابا اتفضل. كريم ده؟ كريم؟ حبيب قلبي. تعال يا حبيبي. ايه الشنطه دي يا حبيبي؟ انا اصل المواسير ضربت عندي. وغرقت الدنيا. تاني؟ وقعد بقى انا غرقان في الميه بقالي يومين، واخد بالك؟ فقلت لهم هتصلح في قد ايه؟ دي قال لك اسبوع او 10 ايام. قلت اجي اقعد عندك هنا الاسبوع او 10 ايام دول. يا سيدي اسبوع، شهر، سنه، البيت بيتك. الله يخليك. ايه؟ 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 ايه مال رقبتك؟ لا مش قصدي، ما تطلع تريح كده بقى فوق. فين؟ اطلع رايح في اوضتي بقى، عشان الاوضه اللي انت متعود تبات فيها قاعده فيها ما معلش. يلا مفيش مشكلة. حبيبي. بس حبيبي الصراحة. يو؟ معلش بقى ابن خالي و انا ابن عمتي ملوش غير يعني. كل شهر بتحصل. هلا. ازيك؟ لا بتسأل قوي. على فكره انا ابدع منك. ما انا عارف طبعا. انا رايحه الجيش دلوقتي. انت بجد؟ طب هترضى تقابلك؟ هتقولي لها ايه؟ انت مالك؟ هقولها ايه؟ هقولها تيجي تعملي الدعايه للسنتر بتاعي. المهم عايزاك بكره تكون موجود عندي الساعه 2. اوكي؟ اوكي. هلا انا مش عارف اقولك ايه. ثانك يو، ابريشيت. انت جدعه قوي. ما انا عارف. المهم شد حيلك بكره. يا رب. باي. الو دندونه، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ وحشاني. بقول لك ايه، كريم هيعدي عليا بكره على الساعه 2 في السنتر، ما تجيبي معه وتيجوا. وحشني جدا، بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض. خلاص بكره الساعه 2. اوكي باي. انا هلا رفعت، صاحبه كريم من ايام الجامعه. اتفضل. كريم حكالي على اللي حصل بينكم. الموضوع ده انتهى خلاص. مش ممكن قصة الحب الجميلة دي تنتهي بالسرعة دي. انت لسه بتحبيه، ادي لنفسك فرصة تانية. اسمعي، مش يمكن يكون مظلوم؟ انا شايفاه بعيني. اوكي، مش هتخسري حاجة لو قابلتيه مرة كمان. هو جايلي بكرة الجيم في السنتر بتاعي الساعة 2. ده عنواني، حاولي تيجي. اوكي كريم. واللي جابه كريم يا شيخي.
جيجي لا استني اسمعيني. اسمع انت يا كريم، الموضوع اللي بيننا ده خلاص انتهى، من اللحظه دي انت بره حياتي. وفيها ايه لما معتز يسافر معاك؟ ماما انا طالعه شغل. شغل؟ ها طب وايه يعني يا حبيبتي، على الاقل ابقى مطمنه عليكي. وبعدين فرصه تبقوا مع بعض مش يمكن؟ ماما انا طالعه السفريه دي عشان عايزه ابقى لوحدي شويه. ممكن نهى؟ كريم ازيك؟ الله يسلمك. يا جيجي فوق ولا ماشي؟ لا جيجي في شارع. شارع؟ راحت تشوف المكان هناك عشان تشوف اللي هتعملها. بسلم عليك علشان لقيتك مرة واحدة وحشتني، بسلم عليك ده انت اللي كان حضنك زمان بيضمني، بسلم عليك علشان لقيتك مرة واحدة وحشتني، بسلم عليك ده انت اللي كان حضنك زمان بيضمني. صار عليا تداري حنين اشكو هوايا بقاله سنين، نفسي اطمن بيك يا حبيبي ولو مش جاي هجيلك فين